معلم سعيد، شو بك اللي حكيت لك عنه؟ هلا بدك ياني اتغدى بالزبداني، ما واحد ميكانيكي. لك شو بالميكانيكي بس دفيع وشخيخ وحياتك. هي روح روح سلم لي على معلمك. طيب بس مشان الغنية اللي اتفقنا عليها موال، بس الفت لك اياها قولي له اياها بس. ماشي على راسي سوسو. هل بتفكر بتتصل فيني بكره؟ لك فاهم انت بدك تفكير. لا خلص ولا يهمك بصدق ولا يهمك. ما عنده حدا؟ نستنيك، تفضل. طيب شكرا. تأخرت. تفضل خلينا نمشي، لك ساعة لحتى وصلت. إمتى رح تخلص من هالقرنة بقى؟ إن شاء الله لا تزيد على قلبي، قال شهرين ثلاثة ومستلم العيادة. ما قلت لي شو بدها أمك؟ إي ما بعرف. قالت لي جيب علاء وتعال. يعني ما فهمت شيء؟ الظاهر شغلة إلى علاء بسعيد. هلا ناقصنا مشاكل سعيد كمان؟ إي معلومة هذا مشاكله من العيار الثقيل. طبعا اخي كل واحد مشاكله قد حجمه بهالمجتمع. هذا اللي كان ناقصنا، ويا ريت عم يروح على شغله مثل العالم والناس. يوم بيروح الساعه 2 ويوم بيروح الساعه 4 ويوم ما بيروح بالمره. خلص ماما، البابا ماله صغير لحتى تشكي. ايش انا عم بحكي قدام حدا غريب؟ بسيطه ما تخيلي، كل يومين ثلاثه وبمل. ملموم على شلي، الله لا يورجيكي. سعيد عائل لا تخاف عليه، صار له شهر ما بيرجع الا على اذان الصبح. لك يا بنتي انا معك، بس يعني شو بنقدر نعمل له؟ ما بعرف، حدا يحكي معه. اذا حدا حكى معه بيعنن. خلينا نفكر بطريقه ثانيه. اي فكر 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 على مهلك. لك يا رجل كله كم يوم وبيرجع لحاله على بيته. انا مالي متحركه من هون لحتى تلاقوا لي حل، والا بروح لعند اهلي وهن بيتصرفوا. يا معقوله نتركك تروحي لعند اهلك ونحن موجودين؟ مرت عمي انا متضايقه، ما في حدا غيركم اشكيله. ولا يهمك، بسيطه بسيطه مرت اخي، نحن نتصرف. أحلى معلم سعيد، أحلى معلم سعيد، المعلم سعيد وضيوفه، المعلم سعيد وضيوفه، وحمدي، وحمدي، وسماهر، سماهر، بنحيي المعلم سعيد، بنحيي المعلم، وموال لأحلى أبو سعود، أحلى أبو سعود. ترجمة
وعيون ابو العز. احلى ابو العز وعيون ابو العز وضيوفه. اهلا وسهلا. طول بالك غير مره يا سعيد. شو بكل اسمك؟ لك مو خايفينك مشان غير مره. مشانكم حرس يا سعود. حرس يا سعود. ايه ايوه. اهلا وسهلا بالشباب. اهلا وسهلا بالشباب. شكرا. عفوا. اهلا وسهلا بالشباب. يلا يلا لا تمام اليوم. ها تمام. خلص مرت اخي، انا المسا ان شاء الله بحكي معه. ما راح تلاقيه المسا، بس انا زعلت منك امبارح، يعني بينت كانك عم تخبي علي. يا ستي انا اسف. خلص حقك علي. ماما احسن شيء تمرق لعنده على المحل. طيب امرك. انا هلا بخلص محاضراتي بمرق لعنده. سلام. الله معك. صراحة مرت عمي، إذا منضل على هالحالة منفلس،
ما بيعود معنا ولا قرش، ما بيعود معنا مصاري ناكل. لهالدرجة؟ مثل ما عم اقول لك، كل يوم بينصل من الخزانة 10,000 ليرة وبيرجع بدونهم، بدور بجيابه ما بلاقي ولا قرش. على السماء. اي والله. بجاوب ولا مرته ولا بنته؟ لا ما في حدا بالبيت. على كل حال سلمي على المعلم سعيد وقول له اذا بده يضل هيك